بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم، وحلقة جديدة من برنامج الدين المعاملة. حلقة هذا اليوم بعنوان أحكام التعامل مع المزروعات والمزارعين، هو عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه قال: ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل ولا أطيب. الزراعة مستحبة شرعا، فهي أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وقد دلت على ذلك طائفة من الروايات. تتضمن هذه الحلقة عدة محاور بالإضافة إلى المسائل والاستثناءات الشرعية. كل مهنة، كل اختصاص عنده رسالة، نعم، يقدمها خدمة هذا المجتمع. نعم. أنت اليوم مزارع قاعد تحرث الأرض. إيه. تقدر تعرف رسالة المزارع؟ يعني شنو هي رسالتك اليوم أنت كمزارع؟ رجل الدين رسالته يعلم الناس صوم، صلاة، يعلمهم عبادات. صح. أنت اليوم مزارع. إيه. زين. شنو هي رسالة المزارع؟ رسالة المزارع حراثة الأرض. زين. ممتاز. التسميد الأرض. ممتاز. والبذور. أنت هذا العنوان عمارة الأرض اللي الله أمرنا بيها. أي نعم. أنت قاعد تحمر الأرض من خلال شنو؟ زراعة، تسميد، الحراثة. أي. للأرض. زين. بالتالي إيش قاعد توفر هذا هاي المزارع؟ وفر. وفر إنتاج. بلي بلي. إنتاج، لكن شنو اللي جاي؟ نعم. مواد غالية، الأسمدة غالية. والمي اللي جاي نسجبه مي مالح، جاي دمر الزرع، الزرع يموت. والله احنا نزرع، نزرع ليل ونهار، احنا طايرين ونزرع، لكنه من تجي وتسقي الزرع مي البير، والله جاي يموت. جاي يموت. اي والله. يعني انت اذا انت تقول اليوم احنا المزارع العراقي قاعد يقدم رسالته. اينا. في عمارة الارض، ويقدم منتوجات، ويقدمه نعم. فاكهة، يقدم أكل إلى آخره، لكن أنت تقول في المقابل عندنا معاناة. معاناة. هسه هو الزرع جاي نزرعه، ما جاي يسد مصاريفه، والله ما جاي يسد كل شيء، جاي نوديه للسوق، جاي نصرف كل مشارتين، كل ثلاثة مصرفها 5 ملايين، ما جاي يجيب المليون، يعني السوق ما جاي يخدمها، جاي يجي زرع ينافس الزرع مالنا. الزرع اللي جاي يجي هو أحسن من زرعنا، ذاك مخدوم، هذا ما مخدوم. كيف تعرف رسالة المزارع؟ يعني كل مجال، كل نعم. اختصاص حتما عنده رسالة. نعم. في الحياة. الفلاح رسالته بهذا الظرف الصعب، قلة المياه، شحة الغاز احنا نسميه، المفروض الدولة تدعم، من قبل أكون جمعيات لحراثة الأراضي، تقديم الدعم للفلاح من خلال المكائن، من خلال استيراد المكائن، حراثة الأرض، ومن حراثة الأرض هو الفلاح، الدولة من تساعد الفلاح، هو يقدر ينتج، يقدر يوفر، يقدر كل شيء يسوي، يلبي طلباته وطلبات الناس. كيف تصف أو ترى العلاقة بين الملاج والمزارع؟ أنت وصفها لهاي العلاقة؟ والله العلاقة طيبة إن شاء الله. قبل كان أكو دعم، الدولة تعطي للملاج، ملاج يعطي على الوارد يبيع المحصول وتكمل وتصفي، الفلاح الضعيف يلجأ للملاج حتى يساعده، ماكو إمكانية عنده، يجي يفلح على الوارد يسدد. هسه العالم تركت، إن ماكو، أنا ما عندي وجه أفلح يمك، هو أنا أطلع مطلوب وهو ما عنده داعي. إيه، وأنا أطلع مطلوب يمك، يعني أنا شنو تعبي وركضي وأطلع مطلوب أقعد أحسن لي. بالتالي نتيجة. نتيجة ماكو. ماكو. بس هي العلاقة تقول أنت. لا الحمد لله علاقة طيبة وأمور. يعني ماكو خيانة لا قدر الله. لا لا اليوم. لا. لا. شكرا. أكو سجلات، أكو كل شيء.
والحايل واضح والمحصول انت تجنيه بيدك وتوديه وتعرف ايش قاد ويم الملاش من تجي. كيف ترى انت اليوم كمزارع من ترك الزراعه واتجه الى مجالات اخرى؟ ايه يا اخنا هو شلون ترك الزراعه؟ ما بيها فايده. ايوه. ما بيها فايده، اتجه للوظيفه، اكثريه الناس هسه عافت قاعينها. وهذا الثواب نعوفه والاجر؟ يقول لك ماتت عائلتي شو يسوي؟ اذا مجبر انت تقول؟ ايه مجبر. مجبر. حلاله مات هسه اكثريه لو يوفر هسه. لو توفر من يرعى شؤون المسلمين يوفر لهم البديل والدعم لو نتركها معناه؟ ايه نتركها هسه، انت رايح للجوبه وشايف الناس جاي تجيب بحلالها يعني انعجى وينك انعجى ب80 وب90 لك مي ماكو ابيع حلالي بفلس ونص ريت الناس هيك تسوي عافت الفلاحه اجهت للوظايف قام يشتغل عمالي احسن من الفلاحه يوم انت كمزارع عراقي هاي عندنا اراضي زراعيه ترى هاي الثروه الزراعيه كيف ترى من يحول هاي قطع الاراضي الزراعيه يحولها الى قطع سكن قاعد يبيعها؟ والله شيخنا العزيز ما يصير هذا اول شيء تجاوز على القانون. انت شكرا زين صحيح. وتجاوز على الناس يعني هي قاع زراعيه جنس مالها زراعي مو سكن. ان تجي انت تحولها حولتها زور ما حولتها رسمي يعني هذا اول قضيه يسبب لنا اياها هدر 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 بالمال الثروه بالثروه الزراعيه الزراعيه ما زين بعد احنا قاعد ندمر زراعتنا بدينا بدينا ونقول بعدين الخارج يجيب لنا احنا هسه ما نلجأ. نلجأ الى زرع من الخارج نلجأ الى زرع من الخارج نجيبه الخارج ماكو رقابه هسه احنا رقابه ما عندنا شيء يطب الزرع اشكال موجوده ما تعرف شنو ما شنو. مساله تلاحظ وللاسف تقطيع الاراضي الزراعيه وتحويلها الى شنو؟ الى دور سكن او مناطق سكنيه. طبعا من حيث الحكم الشرعي لهذه القضيه لا يجوز. ليش؟ لانه لا يجوز التصرف بالمال العام إلا وفق الضوابط والسياقات القانونية. الضوابط والسياقات القانونية تقول هذه أراضي الجنس زراعية، بالتالي لا يحق له التصرف بهذا المال بالمال العام خارج السياقات القانونية. نعم إذا كان الطاب ملك صرف جاز له تقطيعها كيف شاء كيف اتفق شنو اللي يريده ماكو مشكلة كونها ملك عام. أما الملك كونها ملك خاص أما الملك العام فلا يجوز التصرف فيه خارج السياقات والضوابط القانونية. ينقل يعني حدث البعض أكو مواد تسرع الإنتاج أكو تدري منشطة. تدري لا تسرع الإنضاج الفاكهة الماد الزرع كذا هي طماطم هسه عندك يضربوها هاي انت الفلاش. تدري بس هو هذا اول هل يسبب ضرر بل شلون ما يسبب على 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 البشر امراض سرطانيه كلها اسمها مواد هي من اسمها مواد كيميائيه يعني المواد الكيميائيه انت من تجي الله سبحانه وتعالى من جعل عمر هاي النبته هالقد انت تجي تسرعها سرعها اذا ما ياثر خو على على البشر ما عندنا مشكله لكن هل يعني سيدنا العزيز ماكو ما يأثر على البشر هو مواد كيميائية بل يتفاعل وياها مواد كيميائية يعني هذا المبيدات الحشرية أثر هم احنا قاعد يستخدموها هنا بمزارعنا والله نستخدمها طبعا علينا بس احنا هنا انضاج ما عندنا انتاج احنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم واعملوا فسير الله عملكم زين انا هسه هاي القاع شوف بدي اسمد بيها سماد حيواني بل يعني السماد غالي ما اقدر اجيبه ما يسدد الزرع زين دعم ماكو ماي ما عندنا زين من تزرع انت تصرف غير تريد زايد لو تحط من جيبك ويروح بالي شيء يجيك زايد لعائلتك تعبك وركضك بالي حتما اي ما جاي يجي سيد بالي يعني هسه هاي بابا انا هاي الستوته وهذا
انقل سماد حيواني وادبلها، لان السماد العضوي دوله ما توزع وغالي وما تقدر تجيبه وما يسدد، وبالتالي من تزرع الزرع يطب عليك المستورد، ما ينباع الزرع مالك، ما ينباع يطلع خساره عليك، ما مستفاد. في حال حدوث مشاكل بين المزارعين لا قدر الله، قد تحدث مشكله هنا هناك على قطعه ارض على ماء، اليوم المي قليل بالتالي ممكن لكن لا قدر الله، كيف تتصرفون بحلها؟ عشان احنا اجراءات اوليه والله الصرفة. شيخ نحن قبل كل شيء نلجا للناس الخيره زين العقلاء هي اللي تحل المشكله، بعدين اذا ما حلتها الناس اكو قانون، القانون لطيف. هو لطيف اي طلع لك استخدام حق. عنف كذا ما لا لا اليوم. الحمد لله وشكر ما احنا ناكل مزارعين اقارب وهاي ما عندنا هاي المشاكل، تنحل بالناس الخيره، وغالبا احنا ما قاعد نصدر مشاكلنا الى خارج، لا ما نطلعها ان شاء الله، احنا قدر الامكان اللي نقدر عليه نحلها بيناتنا. يعني يوم مزارعنا العراقي هم مشاكله نقول ان شاء الله قليله، مشاكله مو مشاكله بالدعم والكذا، مشاكله مع الاخرين قليله ان شاء الله، ولو حدثت ما يصدرها خارج. والله ان شاء الله الانسان العاقل هي ما تصير ان شاء الله، تصير شغله مثلا حاد وشغله اطلب منك عبر ماي من يم قاعك، ان شاء الله مستعدين والامور زينه. يوم مزارعنا العراقي عنده مواقف يعني نعم خصوصا هم يصعب وقته، ظرف المزارع العراقي هو صعب. الله هم يقول في القران واما بنعمه ربك فحدث، ممكن انه تحدثنا عن مواقفكم الانسانيه وتكاتفكم تقديم حراسة هاي الأرض؟ يا أخي بالنسبة للحراسة جاي نتعاون، كنا نحرث مثل ما قلت لك ونزرع، ورغم المصاريف قوية جاي نجيبها، لكن والله ما جاي يسد. إيه إذن مواقفكم كلكم قاعد نتعاون، كنا متعاونين فيما بيناتكم فيما بيناتكم. اكو مزارعين عندهم اراضي مالتهم يعني خاصه بهم ويفلحون فلح عندهم، فلح فلاح، اذا الفلاح توفى انطوا الفلاح لابنه هو يقيم بالفلاح، يجوز هذا الاخذ من والده فلاح يجي فلاح ثاني يفلحه بالحصه اللي ويتقاسم اياه بالحصه. يعني انت تسال كان فلاح عند ملاك؟ عند ملاك. مات الفلاح، مات الفلاح جابوا ابنه، ابنه هسه الابن يريد يجيب فلاح، يجيب فلاح زين وياخذ نص، ياخذ نص. طبعا يجوز لكن بشروط، يجوز مع الاحتفاظ اولا بحق الملاك، ثانيا ان لم عليه العمل بنفسه، اكو اجاره اشرطها الا نفس هذا يقوم به، اذا مو شرطين عليه هو يقدر يروح يجيب فلاح مكانه ويوقفه، وإن لم ولم يكن هذا خلاف العرف عند الفلاحين. يعني إذا هذا مو خلاف عرف الفلاحين، إذا ما بخلافات لا لا أكو أعراف ماشي عليها صحيح، أي بعض الأحكام تابعة للأعراف وصحيح صحيح. يعني الحكم هسه إحنا هنا إذا نعتبر من المسافرين حكمنا القصر بالصلاة، هذا منو قاعد يحدد الحكم؟ هو العرف. إحنا نجوز إنه هذا الفلاح واحد بمكانه إذا ما مشترطين عليه العمل بنفسه الإجارة بنفسه، وأن لم يكن خلاف العرف عند الفلاحين. يعني العرف عند الفلاحين مو هذا خلافه، يعني شنو أنا من يكوني فلاح العرف يقول ما يخالف أجيب أي واحد غيري كذا ما عندنا مشكلة، إذا ما عنده مشكلة العرف يتقاطع مع عرف مع الفلاحين ولم يشترطوا الإجارة بنفسه مع الاحتفاظ بحق الملاج اكو مشكله به شرعا، لكن لا يجوز له هذا الفلاح جابه تسليم الارض لفلاح اخر الا باذن. مساله، تقوم وزاره الزراعه او المصرف الزراعي بتوزيع سلف للمزارعين شنو بدعم غرض منه دعم القطاع الزراعي، البعض من المزارعين ممن يترك الزراعة ويتجه إلى مجالات الحياة الأخرى
تحاول بعض الأحيان وللأسف استلام هذا القرض الزراعي اللي هو مخصص من الجهة المانحة، سواء كانت وزارة الزراعة أو المصرف الزراعي يخصص إليه لعنوان دعم وتنشيط الزراعة، يأخذها ويصرفها في مجالات أخرى كترميم بور أو فتح محلات. طبعا أولا الحكم الشرعي ما بيه جواز. ليش؟ السبب الأول أنه الكذب، هو قاعد يكذب. هم يقولون دعم الزراعة وهو هم يقولون هم قاعد أخذ لدعم الزراعة وهو لدعم مجالات أخرى، هذا الكذب، وإنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. كما لا ترخيص في صرف المال، هذا المال لدعم القطاع وتنشيط القطاع الزراعي، لا ترخيص في صرف هذا المال في غير المصرف المشروط. منو قاعد يشرط هذا المصرف المشروط؟ يشرطه الجهة المانحة، هي تعمل هاي الجهة المانحة وفق التعليمات والضوابط القانونية. شو تقول؟ تقول دعم المزارع حتى شنو؟ تنشيط القطاع الزراعي. وهم ما يرخصون في شنو صرف هذا المال في غير المصرف المشروط. بالتالي طالما ماكو ترخيص من الجهة المانحة اللي قاعد تعمل وفق ضوابط قانونية وفيه كذب، بالتالي لا يجوز أخذ هذا القرض دعم وتنشيط القطاع الزراعي إذا كان ممن ترك المزارع، ممن ترك الزراعة واتجه إلى مجالات أخرى. بس الشباب من عندك ما دام قريت توصل لكل الناس خدمتكم. صحيح هي الدولة والحكومة تنطي أسمدة، بس مو ذيك الأسمدة اللي كافية للفلاح أو للمزارع. بس أكو بعض المزارعين مثلا يستلم الحصة، هو أصلا لا جاي يزرع، ما عنده لا حتى الأرض الزراعية تاركها مالته، وياخذ الأسمدة هاي ويروح يبيعها بالسوق السوداء. فهاي من ناحية الشرعية، من ناحية الأخلاقية اللي هي جائزة. تدرون يعني سؤال مهم، الجهة المانحة اللي هي الدولة قاعد تقول نعم أسمدة قليل، لكن في بعض الأحيان البعض من المزارعين تارك الفلاحة نهائيا. فأنت تسأل إذا تاركها يستلم يستلمها يبيعها للحصة مالته حتى يستفاد من هذا الفرق، طبعا لا يجوز له استلامها وبيعها خلاف الضوابط القانونية. منو مصدر هاي الضوابط القانونية؟ الجهة المانحة. الجهة المانحة موضحة كيفية الاستلام والتصرف. هي كيفية الاستلام؟ لأن من قاعد تنطيه إذا هو يستفاد من عده حتى يستثمرها يصيحوا له عنوان دعم الثروة الزراعية. بالتالي إذا هو الجهة المانحة حتى هو يزرع استفاد، ما ترضى هاي الجهة المانحة شنو؟ أن يأخذها حتى يستفاد من فرق السعر، واضح؟ يعني فبالتالي ما يجوز. يعني صار بأشكال شرعية. بلي ما يجوز شرعا أنه يستلمها ويبيعها حتى يستفاد من فارق الفلوس. يعني برأيك إذا هو ما يصير هسه قلنا يستلمها، يصير برأيك تاجر يشتريها من عنده؟ وهسه حكمه هو حكم هذا زارع اللي ترك الزراعة، ما يجوز إلى أن يستلم سماد ويبيعها حتى يستفاد منه. التاجر يصير يشتري؟ أنا في رأيي هم مسري. ليش؟ لأنها راح يصير كون فرق بالأسعار بالسوق، يصير إعانة، يتحكمون بالسوق، يأخذ من عندك ويروح يبيع السعر الغالي. قد يكون إعانة على الإثم والعدوان، أنه إعانة على الإثم لأنه هو خلاف الضوابط القانونية هذا المزارع قاعد يبيعها، بالتالي من أشتريه من عنده يصير إعانة على اليمن على هذا الإثم. قد من هذا الباب حرمت أنه. هل يمكن ذكر مصاديق تجسد مصداق الدين المعاملة في مجال الزراعة وحراسة الأرض والمزارعين؟ أو بتعبير آخر، كيف تصف زارع خير وشادي؟ يعني الله يحفظك. المزارع الكبير والكبير هو اللي يزرع الارض يقدم افضل ما ممكن لكل ناسه واهله كل جيد جدا كل ويتحدى كل الظروف، يتحدى كل الظروف اللي اذا تواجه ظروف مناخيه وظروف تواجه البلد صعوبات، ويقدر يوصل رساله، يوصل
زرع حتى يوصل منتوجه الى اهله وناسه. هذا مزارع خير، هذا خوش مزارع خير. بعد مصداق اخر برايك؟ نعم، يعني حتى نوصف فيه مزارع خير. المزارع الخير في هذا الظرف الصعب اللي يمر به البلد، قلة الماء، قلة التجاوزات على المياه، المفروض الإنسان الفلاح ابن الديرة ابن المنطقة يراعي كل أهله وناسه في هذا الظرف، تقاسم المياه. لطيف. ما يخليها لطيف. بس إله ما يخليها يراعي. إذا المي كان شحيح إذا شيء هذا الظرف يمي أقاسمه ويا الآخرين، يقاسمه ويأخذ كل المي ويا ناسه ويكمل ويذبل المبزل ويروح هذا هدر. لطيف. هذا المفروض الفلاح يداري أهله وناسه حتى تكون علاقة أخوية حميمية بيناتهم. هذا الفلاح اللي نترجاه ونأمله من عنده في هذا الظرف الصعب اللي يمر به بلدنا. وجه آخر ما تشوفون أنه استخدام طرق آمنة بالزراعة، يتحدثون بعض المزارعين عن مواد تسرع الإنضاج. نعم. وقد تضر بالبشر. قبل هذا شيخنا، مفروض في هذا الظرف الصعب اللي يمر به البلد، الدولة، وزارة الموارد المائية، وزارة الزراعة، المعنيين، رسالتنا لدولة رئيس الوزراء، الاتحاد جمعية الفلاحية، كل الخيرين، أكو منظومات اسمها منظومات الرش بالتنقيب، جمعيات مستخدمين المياه. المفروض الفلاح يتجه لهذا الاتجاه حتى كل واحد يأخذ استحقاقه. مو أنا أخذ المي مالته وأذبه بغير مكان ولا غيره، أخذ استحقاقه من عنده ويستفاد منه أخوي وأهلي وناسي وغيره. كل هذا، وبالإضافة إلى ذلك، أريد الدولة تدعمنا من ناحية الأسمدة، من ناحية المكافحة، المبيدات الزراعية، من ناحية البذور. قبل كان ينطونا، عندنا مصانع، احنا بالوية هذا نطالب انه على الدولة ان نشغل مصانع الأسمدة الموجودة، وعندنا أسمدة بعكاشات والبصرة بيجي معامل. ليش نستورد الكيمياء والمنتهى الصلاحية وما يجيب لنا نتيجة؟ المفروض الدولة تتجه، هاي رسالة للدولة، تتجه لتشغيل ذن المصانع وياها. نقدر احنا من يجينا سماد، قبل كان الفلاح للدونم، هذا الدونم الواحد 50 كيلو غرام من السماد الداب المركب و75 من اليوريا، هسه يعطونا 5 كيلوات. يا وزير زراعة، يا اهلنا ناسنا، يا حكومتنا، هاي ال 5 كيلوات الفلاح وين يوديها؟ لمن يخليها؟ هاي ما تفيد الزراعة، هاي تدمر الزراعة. العرف الحالي اليوم عادة اللي قاعد يصير بين الملاج والمزارع، شلون قاعد يتفقون يصير؟ هل المحصول كثر من المحصول للفلاح؟ نص. اي نص. في نص بالمصرف يعطيك نص، ماشي نص بالمصرف يعطيك ربع. يعني حتى بالمصرف هم ينشير وياه؟ اي مصرف. زي. من سماد، من حراثة أرض، من بذور. شي نص يعطيك نص. نص من المحصول. ايه. يعني ماشي لتنص يعطيك ربع بتعبك. تعبك. ايه. بس تعبك تاخذ. فلاح طالع عند مزارع ومتفقين على الحاصل بالنص. والان الحاصل نضج وصل، يعني الله اخذ امانة هذا الفلاح. وفي رحمة الله. ما راح يصير الاتفاق على المبلغ، يعني تبقى على النص، من ينطي ما تبعد. إيه يعني هو أثناء العمل هم متفقين على أنه بين يعني الملاج والمزارع والفلاح مات. إذا كان موته بعده محصول، ورا ما طلع المحصول، إيه يستحقش كثر؟ نصف المحصول حسب الاتفاق. المن يكون ينطي لهذا الفلاح، مات الى ورثتي. زين، اذا ورثه ما عنده يراجع بها الحاكم الشرعي ارث من لا ارث. زين، اذا موته قبل حصول المحصول، قبل الانتاج، يعني قبل فتره، زين، شو تقول قد يستحق؟ هو متفقين إذا طلع المحصول لهم بالنص، مات قبل الإنتاج، قبل لا يطلع المحصول،
قد إلى برأيك؟ عندكم الاستفادة الشغلات الشرعية ينفسخ العقد، ينفسخ لأن بموته موت الفلاح ينفسخ العقد اللي بيناتكم، ويستحق بعد هو المحصول مطالع يستحق أجرة العمل. يعني يقدرون ايش كثر اشتغل عنده الفترة الزمنية، كثر حرث المساحة الكذا، يقدروها ايش كثر يستحق هاي الأجرة تعطى إلى ورثتي، أو إذا ما عنده ورثة يراجع لك الحق الذي حاصل. كل من طبعا يرجع إلى والله يا شيخ بالنسبة لمعرفة الحكم الشرعي. يعني اليوم أنت حتما في حراسة الأرض وحملك كمزارع أن تحتاج أن حكم شرعي. نرجع اليوم وشون أنت تقيم الثقافة الدينية المزارع العراقي اليوم؟ شيخنا الثقافة الدينية احنا ملتزمين بيه. ممتاز. وزكاة جاي ننطي. وجاي راجع المرجعية، لأن المرجعية شو تريد تسوي لنا؟ ما تسوي لنا. يعني راجعها بالأحكام الشرعية اخوي. بالأحكام الشرعية والله لا. جاي الراجع. وزكاة جاي نزكي وملتزمين بمالات الله. شكرا لله. شكرا. والحمد لله رب العالمين. اليوم انتم عندكم تواصل مع المرجعية الدينية لمعرفة الحكم الشرعي؟ نتواصل. يعني عندنا رجال دين ثقات او متصلين بالمرجعية؟ عندنا شغلة اللي ما نعرفها نسأل بيها. زين. لان السؤال معب. معب؟ إيه؟ معب. يعني العيب ان اوقع في المشكلة. إيه يعني شغلة ما اعرفها. اجي اسأل بيها. ابو المصلحة، ابو الاختصاص، ابو. زين. اسأله حتى استفاد مناني. يعني انت اليوم شلون تقيم الثقافة الدينية بين المزارعين؟ كثر تنطيهم اذا من 100 ايش كثر تقيمهم؟ والله انطيهم 60%. اخ 60. مو اكثر؟ لا. زين. يعني هم شوية يزاغلون؟ هم يزاغل. زين. يعني عندك انت هسه لما يجني الحاصل يحط الخشنة بالنص، يحط شوية بها حمار بالنص. بس قليلة. قليلة. لا إن شاء الله قليلة. أقل من 50%. إن شاء الله قليلة. إن شاء الله. إن شاء الله. إذن يوم ثقافة دينية حاضرة نخاف الله سبحانه وتعالى في توجيه الزرع. زين. في الميزان. كل ذني حاضرات عندنا عند مزارعنا اليوم العراقي. بالمبيد لما نترش، ترش المبيد الصحيح استشارة. الصحي. الصحي تستشير به. حتى من توقع بخطأ لا سامح الله. ارجع اقول انا جبته من كذا فلان، فلان ابو مصلح. حتى ما توقع بخطا. اي حتى ما يقول لك هذا مو ابو مصلح، انت تعرفه مو ابو مصلح، انت ليش تروح تجيب منه؟ اروح اجيب مثلا زراعين. لطيف. اقدر اخذ عينه من الزرع عرضه. هذا دكتور زراعي يعرف العلاج مالته شنو، انا ما اتصرف بكيفي. مسألة العقد بين المالك والفلاح، إذا قصر المزارع في كمية الإنتاج، إذا قصر في كمية الإنتاج يتخير المالك بين فسخ العقد وإمضائه. يريد يفسخ العقد، يفسخ العقد مع هذا الفلاح باعتبار إنتاجيته قليلة، قاعد يقصر في الإنتاج، قاعد يقصر في تقديم حراثة جيدة أو خدمة جيدة للأرض، بالتالي قصر، إن قصر في عمله حتما سيكون يؤثر على الإنتاج المزروع. فإذا قصر يتخير المالك بين فسخ العقد وإمضائه. إذا أمضى العقد بها ونعمت يأخذ كل من حسب القصة المتفق عليه. فلو أما لو اختار المالك فسخ العقد، سيريد يأخذ يفسخ العقد، بيناتهم عقد سابق، هسه يريد يفسخ العقد، فالمحصول إنمن؟ المحصول الإنتاج من الزراعة يكون لصاحب البذور. من خلى البذور؟ إذا خلاها المالك يكون المحصول له، إذا خلاها المزارع يكون المحصول إنمن؟ للمزارع. فإذا كان من وضع البذور أو صاحب البذور هو المالك، أعطى للمزارع شنطي، يعطي قيمة أجره، كثر يستحق من الأجر، ينطيه حق إجارته ويتوكل، لأنه هو فسخ، اختار فسخ العقد
بعد ثبات واقتناع الملاك أو المالك لتقصير المزارع. أما لو كان صاحب البذور، من هو صاحب البذور؟ لو كان المزارع أخذ الحاصل، من هو أخذ صاحب البذور؟ اللي هو في الحالة الثانية، الفرض الثاني أنه هو المزارع أخذها أخذ المحصول وأعطى المن للملاك أقل الأمرين، أقل الأمرين، يا هو الأقل أعطاه إياه. أما أجرة تأجير الأرض باعتبار هي الأرض مالت الملاك، تنطي قيمة تأجير الأرض أو قيمة إنتاج المحصول وحصته، ما لو لم يكن مقصرا ذلك المزارع فيها. آخر من مصادر الدين معاملة الحفاظ على البيئة. نعم. يعني أنا خور صح مزارع وأزرع وقاعد أخدم البلد، أيضا كنا حافظ على البيئة، ما أضر بالبيئة. نعم. حفظ حقوق الآخرين. نعم. موجه. نعم. يعني هذا المزارع مطلوب منه يوم الوزن مضبوط يحفظها. نعم. هذا نقول عليه، نقول عليه، نقول عليه مزارع خير. مزارع خير. وشاد. هذا يتبع الناس الطيبة، الناس اللي تشتغل بالزراعة، الناس اللي ينتجيها محصول الطماطم والخيار والباذنجان والبتيتة، ما يجيب المنتهى الصلاحية أو الخيار يعني خيار باذنجان طماطم بتيتة اللي مضروبة والغيره ويخليه بالعلاقة يوديه للسوق. هذا أهله وناسه راح يطلب من عنده، البقال يزرع من عنده، كله طبعا مسؤول عنه، أبو الأم البيت راح تضرر من عنده، يعني تلقى منتوج يعني منتهى الصلاحية. ما احبذا لعد ما خافت الله، وين حتما. يعني ما خافت الله فوق كل شيء. المفروض الانسان ينتبه لهذا الزرعه الناتجه، ومن يوديه تكون عنده مصداقيه ويا البقال ويا غيره. من يجي يشوف البقال، من يجي يشوفني انا الفلاح اللي عندي زرعه نظيف وتيته نظيفه باذنجان نظيف خيار نظيف، كل من هذا يجي البقال، هو يجيني هو ياخذه من عندي، مو يشوفني ويعوفني ويروح وبعدين اذبه يروح ينتهي. اي واحد لين الفلاح دا يعاني من اشياء تعيقه بالزراعه، مثلا يكتفي السوق من المنتوج الطماطم من غير الطماطم من غيره. على الدوله ان اكو عندنا كانت مصانع معامل تعليب مصانع تعليب كربلاء معامل معجون وغيره، ليش نذبح الطماطم تروح هدر نستورد الطماطم من تركيا، معجون من تركيا، معجون من غير دوله؟ مفروض احنا عندنا اكتفاء ذاتي ونقدر نسوي الاكتفاء ذاتي بهمة اهلنا وناس الطيبين. اذا اكو سؤال يا ريت كل المزارعين يستفادوا من عنده. اثناء التسويق مال الحبوب الحنطه وديها للسايلو، الفلاح او المزارع من يتفق ويا ابو المختبر، هي نقول الزرع مالته ما يروح ثاني او ثالثه، بس يتفق ويا المختبر يسوي لها ثالثه قبل مبالغ ماليه، هذه شرعا جائزه؟ يعني سجل درجة أعلى من مو اللي الدرجة هو اللي كان مستحقها، أفضل من الدرجة يعني يقلها أولى، يعني سجل أولى. يعني هذا هو جايب مجموع حبوب حنطة أو شعير وديها للسايلو، أبو المختبر اللي بالسايلو يسجلها ينطيها تقييم، يعني من الدرجة الثانية أو الثالثة بالضبط. إذا كان الثاني يسوي يرفعها. أول قضية يحرم عليهم فعل ذلك، حرام علي من؟ على أبو المختبر كعيخون، وعلى المزارع كعياكل سحت حرام. هذا أولا حرام. ثانيا رأيك هو هسه فرق الدرجة التصنيف مال هاي الحبوب، صارت فرق صنف يعني رح يصير أغلى في عقد الدولة وفي سعر الدولة. أكيد. هذا السعر الأغلى ما يتملكه هذا المزارع أو الفلاح، ما يتملكه. ليش؟ لأنه أكل للمال بالباطل. هو يستحق درجة ثانية ايش قاعد يسجلوا؟ درجة أولى، أو يستحق درجة ثالثة يسجلوا له أولى له ثانية. بالتالي لا يتملك هذا المقدار الزائد عن يمن عن السعر المحدد، عن السعر الحقيقي الفعلي للحبوب مالته، الدرجة الحقيقية ما يتملكه، وكون يرجعها لمن؟ إلى الدولة إن أمن على نفسي. بس إذا نريد نعالج القضية شلون نعالجها؟ هاي الفلوس الزايدة، إذا حبوب الدرجة الثانية تنباع الطن مثلا بمليون، الدرجة الأولى مليون ونص، هذا النص مليون ما يستحق، لازم يرجع للدولة، يكون يرجع للدولة إن أمن. زين إذا خاف على نفسه وما يقدر يرجعه، يصيبه ضرر إذا رجعه، يتصدق فيه على فقير المتدين، مو
حتى يتخارج من عنده، هو لا يستحق هذا. هذا يسموه أكل للمال بالباطل. الله يقول ولا تأكلوا مالكم تكون بالباطل. الله سيد صادق، أكثر الفلحس اللي عندنا تصرف التصرفات هذه حتى بيهم يضطر. وهذا وجه للاضطرار، من يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، وان البركة تصير أكله حرام. برأيك ما الآثار العملية لعدم الالتزام بطرق الزراعة الآمنة؟ يعني حتما حصير عندنا أضرار إذا ما ألجأ إلى طرق زراعة آمنة، يعني استخدام أمور مضرة حتى نسرع الإنتاج. شنو هاي الأضرار اللي يصير عندي؟ لا ذبينا المواد أو استخدمنا طرق غير آمنة للزراعة، راح يصير أمراض بالتالي للمواطنين، بالتالي يعني أكون مسؤول عن هاي الأمراض لو طبعا مسؤول، يعني المواطن ما عنده علم، ما عنده، أنت هو يجهل حال الزرع الموجود. أي بعدين لما يصير أمراض ويصير تحاليل ويأخذون زرع راح ما يمشي زرعنا، راح يلجأ للمستورد المواطن. زين لطيف، أنت أول قضية أنت قضية شرعية، أنت راح تشارك بالحرمة وضر هذا ضر المنتوج العراقي قام، بالتالي أنه تطلع سمعة سيئة، تطلع سمعة سيئة على سمعة سيئة على المنتج العراقي أو الزرع العراقي، بالتالي هم يعني خسارة تصير للدين، للدين وللزراعة وللزراعة للإنتاج. يعني المواطن يقول لك أنا ألجأ أجيب مستورد. مسألة استخدام المبيدات أو ترش المبيدات على الزرع أو على الحاصل، أكو فترة زمانية، فترة زمانية تذكر، بعد هذه الفترة تكون حالة أمان لبيع هذه وقطف هذه المزروعات، فلازم على المزارع عدم قطف هذه الثمار قبل هذه فترة الأمان. ليش؟ لأن المشتري لا يعلم، لا يعلم بحالها عدم استهلاكه في ذلك الوقت، ويحتمل الضرر من استهلاكه أو استخدامه استخدام بشري، بالتالي لا يجوز له قطفها وبيعها لمن لا يعلم بحالها. بس اللي يعلم بحالها ما يجوز لأن يستخدمها استخدام بشري، لأنه مع احتمال الضرر إضرار الإنسان بنفسه غير جائز. بالتالي عندنا لا ترش على المحاصيل، أكو فترة أمان، بعد فترة الأمان ممكن قطفها وبيع هذه الثمار. وفي الختام نسأل الله تعالى التوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.